كنت انا يعني نايم، صحيت على ضاع صوت، يعني هم بيضربوا فيي، ضربهم يعني كان قوي كتير، يعني كانوا يضربوا فينا بالبواريد، وكنت وصرت اضل خايف وهيك وافكر فيه كتير، يعني لحظة بالمرة صعبة كتير، خوف وزعل وتفكير وهيك. فاتوا الجنود علي من هنا، صاروا يضربوا فيي وانا نايم، صحوني جابوني هين، خلعوا راسي بالحيط اللي هين، خلعوا راسي بالحيط هاي، بعديها كلبشوني هيك ما ايش حبلو بمربط فوق اوف فوق فوق، رفعوه هين وطلعني، كسروا الباب حتى مجرد مشاهدة الطفل لعملية الاعتقال هو بيظهر عنده أعراض البي تي اس دي، أعراض الصدمة النفسية مثل كوابيس، مثل تبول ليلي، مثل تراجع دراسي، مثل هايبر اكتيفيتي، مثل كثير من الأعراض بتظهر على الطفل، وبالتالي يتعرض النماء الطبيعي التطور الطبيعي له لضربه. هون بده يطلع عندي طفل ماله، إذا لم يتم التعامل معه بشكل سوي من خلال المجتمع الفلسطيني راح يطلع عنده طفل ماله يعاني من أمراض نفسية وعقد نفسي. ولا أنا عندهم ما عبدتهم في، فمسكوا أول ما فاتوا مسكوا وائل وجابوه زتوه هنا، بلشوا ضرب 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 فيه باب بسرعة، وطلعت أطلع على أولادي فلقيتهم بضربوا فيهم، برضو ضربها ضربها على ايدها. انا بعتقد اشي واحد، انه عشان لما يكبر الطفل ما يفكرش انه يعمل، خلاص انه يضله يعني ما يعمل اي اشي ضد الاحتلال، انه يضله يعني خلاص انه خايف منهم ومرتعب وخايف من لحظة الاعتقال، خايف من لحظة الرعب هاي اللي بتصير باللحظة الاعتقال هاي، عشان انه ما يفكروش يعملوا اشي ضدهم. It should be the case that before a huge group of soldiers pound on your door in the middle of the night, the parents get a summons to bring their kid in for questioning. That is a trauma not only for the individual families, but for the whole community. And I would add, the fact that the military is making no effort to reduce these traumatic night arrests indicates to us that the trauma is part of the point. You know, this intimidation and terrorizing of communities, it seems, is actually part of the policy. كتير كتير كتير
كتار، لا يعني احنا اول ناس ولا اخر ناس. هذا الاحتلال يعني اشي يعني بفوتوا بهمجية، بطلوا يعني ما فيش يعني بهمجية، بفوتوا بيعتقلوا بضربوا ما بهمهم اي اشي. بعديها مسك راسي وخلعه، مسك المسدس وخلعني في المسدس على راسي.